بينه وبين جمهور الأهلي قصة حب، عارف طريق الجون ودايما أهدافه مؤثرة ويتحكي عنها روايات. جمهور الزمالك بيقول إن كهربا ملى دماغ إمام عاشور وأقنعه يوقع للأهلي، إيه رأيك في الكلام ده؟ كسبنا الزمالك بالنية السالكة. عليك شوية تصريحات تشيل النهايات بالنتيجة. فأنا عايز أفهم إن الناس اللي بيطلعوا يعملوا البرامج بتاعتهم ويتكلموا عن محمد صلاح، أنت عارفين بتتكلموا عن مين؟ بصراحة كنت بتلعب أساسي عشان مستوى مهاجمين الأهلي كان متراجع. عندي مستندات. انت معاك مستندات؟ احكي لك القصه دي، يمكن انا اول مره اقولها. بقى لي 5 سنين من ساعه ما القضيه الغرامه بتاعتي دي اتفصلت. فاكر اليوم ده ولا النجوميه خلتك تنسى؟ حبر سري مع الاعلاميه اسماء ابراهيم الساعه 6 مساء حصريا على القاهره والناس. اهلا بكم في العاصمه.